من جهته قال أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مشروع الضبعة يعبر عن الإرادة المصرية التي لا تلين. تحقيقا للإرادة المصرية في عزيمة وإصرار لا يلين للبدء في تنفيذ هذا البرنامج النووي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، نشهد سويا هذا الحدث الهام وهذه اللحظة التاريخية الغير مسبوقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالطبع، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات.